بن يحيى، أهلا بك. مرحبا زهور، مرحبا بمشاهدينا الكرام. شكرا. عبد الجبار، إذا كيف كانت احتجاجات نقابات الصحة؟ أهم الشعارات، أبرز المطالب؟ أكيد المسيرة ابتدأت وانطلقت من ساحة أول ماي قرابة المستشفى الجامعي مصطفى باشا. تجمع القطاع العاملون في قطاع الصحة من أطباء نعم عبد الجبار، الصوت رديء نوعا ما. عبد الجبار هل تسمعني؟ إذا سنعيد ربط الاتصال بعبد الجبار. إذا نذكر فقط أنه نظمت نقابات الصحة صبيحة اليوم وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمستشفى الجامعي مصطفى باشا بصحة أول ماي بالعاصمة من أجل مساندة الحراك الشعبي الرافد والمندد بتمديد العهدة والمطالب بتغيير النظام. وجاءت الاحتجاجات لنقابات الصحة تزامنا مع عيد النصر المصادف لليوم 19 مارس، وهذا تعبيرا عن مساندتهم لمطالب الحراك الشعبي. إذا نعود ونربط الاتصال مع موفد تلفزيون النهر البريد المركزي عبد الجبار بن يحيى. أهلا بك من جديد عبد الجبار. إذا كنت تتحدث عن المسيرات التي كانت سلمية بالنسبة لنقابات الصحة اليوم التي بدأت من مستشفى مصطفى باشا. اهلا زهور، عذرا عن هذا الانقطاع المفاجئ. كنت اتحدث قبل قليل عن تجمع الاطباء وقطاع العاملين في قطاع الصحه بساحه اول ماي قرب المستشفى الجامعي مصطفى باشا كما في كل المستشفيات الجامعيه في ولايه الوطن. الانطلاقه كانت من ساحه اول ماي، تجمع العديد من العاملين في قطاع الصحه من اطباء وصيادله وحتى البياطره التحقوا ايضا بهذه المظاهره السلميه تمديدا بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بتطبيقة، وأيضا تمديدا ورفضا للندوة الوطنية، ندوة الإجماع الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية. التجمع الذي حصل ووقع في ساحة أول ماي للأطباء والعاملين في قطاع الصحة انطلقوا في صباح اليوم منذ 10 صباحا في مسيرة سلمية عبر شارع الرئيسي حاسبة بالبوعلي، ووصلوا إلى ساحة البريد المركزي. هناك التحق العديد من الأطباء المقيمين بهذا التجمع، وأيضا التحق أيضا العديد من الطلبة والأساتذة الجامعيون في مختلف الاختصاصات بهذا التجمع الذي يستمر لحد الآن. حراك شعبي طلابي نخبوي سلمي تمديدا بالتمديد وبتأجيل الانتخابات ورفضا أيضا للندوة الإجماع الوطني. المتظاهرون السلميون طبعا كانوا متوقعون بجدار أمني حذر تباديا لانطلاقات أو لحضور بعض البلطجية. المسيرة أيضا انطلقت أيضا مسيرة أخرى مشابهة للطلبة الجامعيين أو لتلاميذ المدارس من بجنب البريد المركزي تحديدا من ساحة أودان موريس مرورا بالنفق ثم مركز اللقاء الأكبر كان هنا متواجد هنا في ساحة البريد المركزي. نعم شكرا.